حياكم معنا من جديد أيها الإخوة المشاهدون، وحديثنا التالي سوف يكون عن مشاركة السلطنة دول العالم اليوم العالمي لمكافحة التبغ، والذي يصادف 31 من مايو من كل عام. هذا العام جاء تحت شعار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، هذه الاتفاقية التي وقعت عليها السلطنة مع الكثير من دول العالم، وذلك بهدف التقليل من التدخين وأيضا التبغ. هناك جهود تبذل من قبل بعض المؤسسات والجهات في المجتمع العماني لتكون أيضا مشاركة وإضافة إلى جهود وزارة الصحة وأيضا الجهود التي الخاصة بالسلطنة حول هذا الموضوع. حملات سوف تقيمها أيضا جامعة السلطان قابوس، تحديدا كلية الطب بالجامعة، وتحديدا أيضا جماعة الصحة العامة بهذه الكلية. حول هذا النشاط يسرنا أن يكون معنا هنا في الأستوديو ضيفي البرنامج محمد بن حمد السابعي، مسؤول الحملات بكلية الطب لجماعة الصحة العامة، وأيضا أنور بن عبد الله العبري، صاحب فكرة برنامج معك حتى لا تدخن. صباح الخير، أهلا بكما معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح الخير. جميل أن يكون هناك أيضا أنشطة تكاتف من قبل أفراد المجتمع، مؤسسات وأيضا أفراد، أنشطة في المدارس في الجامعات، الكل يد واحدة مع أيضا توجه الدولة في كل الأنشطة والفعاليات. اليوم العالمي للتدخين يوم عالمي، هناك جهود دولية تبذل وهناك أيضا جهود من قبل السلطنة، جميل أن تكون فعاليات من قبل جامعة السلطان قابوس على المستوى أيضا حتى على النطاق الضيق في بعض الكليات لا سيما كلية الطب. نتحدث بداية عن الفكرة، كيف جاءت فكرتكم لهذا النشاط؟ طبعا أولا أشكر تلفزيون سلطنة عمان على استضافتنا هنا، هذا يعني فرصة لا تعوض. وطبعا دخول حالنا احنا يعني كجماعة الصحة العامة وكلية الطب للشعب العماني حتى يعرف النشاطات اللي نقوم بها. طبعا هي الفكرة، هو يوم يحتفل به العالم لمكافحة التبغ يأتي في 31 مايو، لكن جماعة الطب الطلابية رأت انه أتى يوم الثلاثاء، نعم، فهم فضلوا يكون يوم الأربعاء كأجازة للشعب العماني فيكون أكثر إقبالية. إجازة يوم الأربعاء الخميس والجمعة إجازة، لا يعني هم خارجين من الدوام، نعم، فيكون هو على المساء، نعم، من الساعة 4 للساعة 9 في مركز البهجة، نعم. فهو حن حبينا أن يكون يعني يكون إقبال أكثر، تعرف أنت الأربعاء الجميع يخرج، الجميع يمشي يتشرى يمشي نهاية الأسبوع، وبالتالي هناك فسحة وفرصة، وبالتالي أيضا هناك وجود فراغ بحيث أنه يصبح أيضا يوم الخميس إجازة، الناس موجودين، يسيروا أيضا المجمعات التجارية، فرصة لكم أيضا أن تكون فعالياتكم في هذه المجمعات التجارية لبث أيضا روح الوعي والتوعية بخطورة التدخين على المدخن وعلى أيضا من يكون حوالي التدخين، فالتدخين السلبي أيضا له مضار خطيرة جدا. نتحدث عن معك صاحب فكرة المشروع معك حتى تدخن. نعم، طبعا كما تعرف أن في مدخنين كثيرين يدخنوا، يعني منتشرة كثير في السلطنة، يعني فواجبنا احنا ان نساعد هذا المدخن، لان بعض الفئة من المدخنين يعني يريدوا يقلع عن التدخين، يريدوا يترك هذه العادة السيئة، لكن ما عندهم القدرة او انهم حاولوا وفشلوا. فجت فكرة هذا المشروع على اساس انها تكون مع المدخن ساعة بساعة يوم بيوم لحد ان يقلع عن التدخين، بوضع خطة معينة في البرنامج يعني تقوم به بعض الدكاترة النفسيين، بعض الدكاترة يشرحوا لهم بعض الأمراض، يعني يعطوهم طرق سليمة للإقلاع عن التدخين. يعني خروجكم من هذا النشاط عن جامعة السلطان قابوس إلى مكان آخر يعتبر من الأماكن التجارية العامة بهدف أيضا إيصال هذه الرسائل إلى شرائح كبيرة جدا في المجتمع، ماذا عن الأنشطة داخل جامعة السلطان قابوس؟
في 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 أنشطة كثيرة يعني عن خاصة بالتدخين، يعني في كذا في السنة تقريبا تحدث نشاطين في الفصل، نشاطين تكون عن التدخين، توعي الطلاب عن التدخين، التدخين السلبي. احنا كان همنا الهام انه التدخين السلبي انه يعني الشخص المتضرر شخص سليم ليس له علاقة بالتدخين. جماعة الصحة العامة بكلية الطب نتحدث عن هذه الجماعة، عن الأنشطة، عن الفعاليات التي تنظم على مدار العام. هذه أيضا واحدة من الفعاليات التي أنتم تنظموها. طبعا طبعا جماعة الصحة العامة لها الكثير من الفعاليات، لكن هذه الفعالية أتت الفكرة من جماعة الصحة العامة، ثم نحن خاطبنا الجمعية الطبية العمانية التي طبعا هي مدت نحن بالدعم المالي والتنظيم حتى يعني حجز البهجة أو مخاطبة الدكاترة أو الأشخاص المسؤولين. طبعا شاركتنا رابطة مكافحة التبغ التي رئيسها دكتور زهر عنقودي واللي يكون موجود هناك ويقدم أحد الفعاليات اللي هي جلسات استشارية بسيطة عن النصائح الأولية للإقلاع عن التدخين، بتكون متواجدة إن شاء الله في البهجة، وبتكون هناك في محطات لقياس الضغط وقياس مستوى الهيموغلوبين في الدم، وبيكون في جهاز طبعا دائرة التثقيف الصحي أيضا اللي احتفلت أمس في السيتيزن فندق مع تجارية احتفلت هناك، وهي أيضا بتقدم اللوائح التي تظهر سياسة السلطنة حول هذا الاتفاق، بيكون موجودة في البهجة بحيث حن نظهرها لعامة الشعب بحيث يشاهدون ماذا قامت السلطنة. طبعا الاتفاقية كانت موقعة في عام 2005، وفي هذا العام يعني من عام 2005 حتى هذا العام يعني كثير من الإنجازات موجودة طبعا على جدار، بيكون جدار ضخم يظهر هذه السياسة. يعني تعريف بالاتفاقية، ببنود هذه الاتفاقية، بفحوى هذه الاتفاقية، الأهداف أيضا بما قدم يعني منها بما قدم وتم تنفيذه من هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقية أصلا من 2005 يعني الحين 6 سنوات من بدأ برسم بياني يوضح التناقص على المدخنين. أيضا جهود السلطنة في هذا المجال. جهود السلطنة طبعا جهود السلطنة موجودة متواجدة هنا، عندك بيكون هناك طبعا محطة صغيرة للأطفال المصاحبين للبالغين المتواجدين، طبعا عشان البالغين يكون ينتبهون يعني للتوعية عن التدخين، والأطفال يقومون بالرسم أو حتى يتم الرسم على وجوههم بعض الألوان يعني على الوجه. يعني المنشط فقط قائم على 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 موضوع الأطفال والرسومات بالإضافة إلى التعريف فقط، ما في أنشطة أخرى موجودة؟ في عندك الجلسة هذه خبرتك عنها الدكتور زهر عنقودي، في بيكون في محاضرات، في مدوات يعني بتكون متخلخلة خلال من الساعة 4 إلى الساعة 9، وبيكون في معرض يوضح بنحضر بعض العينات للرئة السليمة، عينات للرئة المتضررة من التدخين التي يعني حتى نوضح للشعب ما هيش اللي يصير داخل هذا الرئة، هيش يسبب الدخان يعني هيش يسبب المشاكل. المعرض يعني المعرض سيكون أيضا في 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 نفس المجمع، في نفس المجمع بيكون في الطابق الأرضي دور الأرضي نعم بيكون متواجد. طبعا المعرض يعني هدف التوعية، هدف التذكير أكثر من التوعية، يعني ما حد في المجتمع يحتوي على لوحات إعلانية، لوحات إرشادية، لوحات إرشادية، لوحات إعلانية، لوحات تذكر مكونات التبغ، يعني المكونات موجودة في التبغ بنسبهن أضرارهن يعني هذه الأشياء خطورة التبغ نعم ومضاره. وهدف الهدف زي ما قلت لك في البداية هو التذكير، يعني ما حد في الشعب العماني ما أعتقد حد ما يعرف أن التدخين أضراره، لكن يقول يعني قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. أنور معك حتى لا تدخن، كيف جاءت فكرة معك حتى لا تدخن؟ يعني كانت دائما الحملات اللي تذكر في السلطنة اللي هو لا للتدخين لا للتدخين نعم، فجبنا فكرة جديدة على أساس أنه تقف مع المدخن يعني دائما المدخن خلاص عرف أنه التدخين مضر يعني لكن يحتاج من يساعد، يحتاج من الإقلاع نعم على الإقلاع على الدعم. فجاءت هذه الفكرة يعني تقسم لثلاث مراحل، يعني مع الدعم، مع المشاركة مع فريق شعلة الأمل ومكافحة ورابطة مكافحة التبغ وجماعة الطب الطلابية متمثلة في الصحة العامة. نعم. ما هو دوركم في المعرض هناك؟
في المعرض طبعا انه كما قال الاخ محمد انه بيكون في معرض اللي هو الرئه سليمه ورئه مصابه يعني, وفي نفس الحاله المدخن يعني نطلع على المدخن في على اضرار التدخين. فاذا حب انه والله يقلع عن التدخين او انه حب انه يشارك او اقتنع باضرار التدخين فعلى طول بيكون مشروعنا متواجد هناك للتسجيل للراغبين في الاقلاع عن التدخين. هل وجهتم بعض الدعوات الى بعض الفئات شرائح المجتمع مدارس طالبة وطالبات المدارس بشكل عام؟ هو كان الصراحة المفروض أن نقدم يعني دعوة, لكن يعني الجمعية الطبية العمانية قالت أنها بتكون بالترويج في الجريدة تنشر يعني مقالات للجميع طبعا شرائح المجتمع. طبعا فئة المدارس يعني متضررة, لكن أغلب الأشخاص في فئة المدارس يحتاجوا فئة الشباب يحتاجوا توجيه من أهاليهم. نعم. يحتاجوا الأهالي هم اللي يوجهونهم, فيصعب عليهم أنهم يثقون فينا نحن يعني نحن غرباء عنهم. فيكون الأهل هم اليد أقرب هم اليد الداعمة لهم. فنحن نحاول أن أقرب أيضا للتفاعلهم والتلقينا. فأغلب الأشخاص اللي يحاولوا يقلعوا عن التدخين يكونوا مدخنين يعني مضى عليهم فترة من التدخين. نعم. 5 سنوات 6 سنوات فهو يعني يعرف يعني ان هذا تدخين خلاص, لكن الشباب يكون الحين بادي توعية بشكل عام يعني وخطورة ومضار ايضا التدخين. نعم. ماذا عن الأنشطة الخاصة بهذه الجماعة في الجامعة؟ في أنشطة كثيرة يعني على مدار العام غير عن اللي هو التدخين. في في اللي هو Think for عمان, فكر لأجل عمان اللي هو الحد من الحوادث. في مشروع اللي هو الوجبات السريعة للأطفال يعني الحد من الوجبات السريعة للأطفال. نفس الحالة في قوة الإيمان بالطبيب العماني يعني في نفس حالة كثرة الأخطاء الطبية يعني في نفس حالة كثرة الشائعات إنه والله الطبيب العماني ليس أهل لهذه المهنة يعني. فنثقف إن الشعب أو المجتمع العماني بأن الطبيب العماني قادر ولو منجزاته ولو يعني ننشر منجزات الطبيب العماني. نعم. ماذا عن التعاون أيضا بينكم بين أيضا الجماعات الأخرى في الكليات في جامعة سلطان قابوس؟ في كان تعاون يعني في كان فكرة مشروع يعني كان في تعاون مع اللي هو فريق شعيت لم اللي هو جماعة مشترك أيوة مع جماعة الآداب والعلوم الاجتماعية. نعم. كل اذا متى يكون النشاط ان شاء الله؟ بيكون ان شاء الله اليوم في البهجه من الساعه 4 العصر الى 9 مساء. اذا هذه دعوه لجميع المشاهدين, دعوه لجميعهم ان شاء الله. نعم. ونتمنى الحضور وايضا الاستفاده وايضا المتابعه ومساعده الاخرين على الاقلاع من التدخين. نشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء وعلى هذا التوضيح وهذا أيضا الجهود التي تبذل من قبل جميع أفراد المجتمع سواء كانوا في الجامعة في غير الجامعة في وزارة الصحة. صحيح. وأيضا تكاتف من قبل الجميع لنبذ هذه الظاهرة وأيضا مساعدة المدخرين على الإقلاع من التدخين. شكرا لكما. محمد بن حمد السابعي مسؤول الحملات بكلية الطب بجماعة الصحة العامة, وأنور بن عبد الله العبري صاحب فكرة برنامج معك حتى لا تدخن. شكرا لكما وكل التوفيق لكما دائما إن شاء الله تعالى. نشكركم على واجبنا يعني كطلبة نقدم مساء. شكرا لكم ومتواصلين معكم مشاهدينا وبقية فقرات برنامج قهوة الصباح وصباح الخير. خلوكم معنا. تعد الأسواق التجارية في السلطنة إحدى الصور المجتمعية التي تعكس مدى ارتباط أبناء المجتمع العماني بكل ما هو أصيل في مجتمعهم, فهم أهل تجارة منذ عصور خلت. فالتبادل التجاري عبر القوافل التجارية كان ولا زال سمة بارزة من سمات أبناء هذا المجتمع الذين حرصوا على إيجاد علاقات تجارية فيما بينهم, وذلك بحكم الترابط والنسيج المجتمعي الواحد.
الحديث عن هذه الأسواق التجارية ليس مجرد حديث عن بيع وشراء وتبادل تجاري، وإنما يتعدى كل ذلك، فهو غوص في أعماق ما تحويه هذه الأسواق.